بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا يا رب، قولوا يا رب. للأسف الشديد ولا في استثمار ولا في فرص عمل. تغطيات مباشرة وأخرى خاصة، ثلاثة أيام من اللقاءات الحصرية والوعود بنهضة اقتصادية قوية على معظم الشاشات المصرية. مؤتمر إن شاء الله ناجح ناجح ناجح. تخللتها أصوات معارضة رأت أن المؤتمر ما هو إلا بروباغندا إعلامية كبيرة، فما قدموش عشان يجيب فلوس غير انه يبيع. فكان الاعلام عين المصريين للمؤتمر، لذا كان له دور كبير مما اصاب المصريين بموجة تفاؤل. ماسبيرو او اتحاد الاذاعة والتلفزيون ارسل اكثر من 7 وحدات اذاعة خارجية بتقنية البث فائق الجودة لنقل وتغطية فعاليات المؤتمر الاقتصادي، كما دفع بنحو 45 كاميرا لتغطية المؤتمر. أما على مستوى القنوات الخاصة فتواجد في شرم الشيخ أبرز نجوم البرامج الحوارية لنقل البث الحي المباشر للمؤتمر في حالة من حالات الإحساس بالاستقلال. وحتى أن بعض القنوات أرسلت أكثر من 65 كادرا إعلاميا من مراسلين ومصورين لتغطية الحدث، التي أعدتها الحكومة ولم تختلف كثيرا تغطية الصحف عن ذلك، فلم تخلو صحيفة من عنوان مصر تستيقظ. والله يعني انا شايف الاعلام كله واخد وضع واحد اللي هو مصر تستيقظ، اللي هي يعني بالنسبه للمؤتمر كل الاعلام حاطط اتجاهه ناحيه المؤتمر، لان دوت زي ما الرئيس قال ان ده دراع مصر.